إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد موضوعي إن شاء الله تعالى وحنغني ثمرات الإيمان مرها ينتيجة كان لنا إلهي إيمانك وكوهي بيه كوهي يا قلبي يا الله سبحانه وتعالى أجري وحيله سبحانه وتعالى قف بني آدم وقدقه شيء أوقي مهبضني وحوي وإيمانك قلبي يا كتر وشيء إله سبحانه وتعالى مسلمين توهم النشيا غنيا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي سلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين رسولك إن صلى الله عليه وسلم بإلهي وحكيري وحيكم من الشيغان أيان وكو قلت شيغان أيان إلى إسلامين وحاطر هذا إسلام لمدي إنها يقو قلت شيغاننا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إلهي بايدين كو قلت شيغان يا إيمانك إلهي سبحانه وتعالى أوكوه بيكو قدقي دور شيء اختيار حقي سكا هاتيبا إلهي كو دوري فكرتي في عنان إيضتك إن أتكقي ما بضنتهي الله سبحانه وتعالى كوما دورين إواهبو إيا قلد إلهي أوبحي سبحانه وتعالى صدرت إذبا الله سبحانه وتعالى وحليه الله إذن كو قلد شاقن دونين إيمانك إذن كو هنوني مسلمين تنوحا وقوه الرأي إلهي مرتقات كي سقيمي قبضني أتشند مركو كما موسى وحوله لله يمهد علمي وإيمانك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي وأما هضل الله هنونك نوهي بي أقلبي إيمانك قلي أن أدقي إن أمة محمد آن النقن صلوات ربي وسلام عليه نبي آن رأى إيمانك وشيء وفضل بدل إلهي سبحانه وتعالى بين آدم وغدقه حليه كمال يرمى استرم بوليه سيد الله سبحانه وتعالى قرانك وقوت المامي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ربي سبحانه وتعالى روح تلمامي أضمها إلهي سبحانه وتعالى أوضر تيكوه وقيمها بضل إيمان كودنا أولم يستريحي وحيكروا الشيخ وحي قلبك كاعتقادين عرب كودنا أي كغا قولين أي حبنه ودنا أي كدقن قليين الله عليه المؤمنين تواكو إلهي مرك الله حصو وكتابك عليه سنة النبي قال قد الأخر يوم قلبي يدود أي عب سنيسي آياتك ربي مرك الله قد الأخر يوم إيمان بيوسي يدريسي ربي قد بيكو كالسويهين وطلساتان وطلد أوليبتان صلاة دي أوغيان
وصدي إلهي أفري النبي أفري من صلاة دين رأيمان أيان وحي وحكم بحين أيان وحي إلهي سبحانه وتعالى أغد يغي قعنتو ذا خلقي أفري كواسا إلهي سبحانه وتعالى وحلي أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إيمان كلمة إسكتر كواسا إلهي كتل معميا بيقينه صلوات الله وسلامه عليه أعماش وحاق فضل بدل مركي لويدي حديث البخاري مسلم يرني في صحيحين سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله عمل وحاوف لبدن الشقل قبته رمين إله سبحانه وتعالى علي رسولك صلى الله عليه وسلم قيل سوى ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور جاءك حتى وحلوه ريسيي رمينتا روح الرميني الله سبحانه وتعالى الرميني لما وحلوه مرمانا رسمال الله اوكو ادق ايهب الله اوكو سيي وحلوه انينا دراشته لولا لقباهي هاي إنها تكون عسوء وسيادة سلقة قربها هي إيمانك قلبك إن كجرة وفرها شرد ربي سبحانه وتعالى لو قل إيمانك وأنا شيء لهم تيصر يوم ارتقاتك ربي سبحانه وتعالى يقيمك بضل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة النبي وحريه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا جنّد ربي مجل إنسان ومن متيسن إنسان مرتقات كي سقيمي قبلن إن ليدين سيو أو ليدين كود يقان من متيسن إنسان إلى إلهي أتكرم إنسان سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألنا مر من إنسان إلى استعلاتان عقدة قلبي الله يسعره مسلمين توأي سؤول في يوبالان ولماذا أي إلاليان سيدي ربي قوض فري سبحانه وتعالى أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم نبي وحري أفشوا السلام بينكم مدون إنسان ميدن تصياء وحادي سكوتش على نيسان صلاة بحدين يقفى فيها سلامت معها وتجرد أفكادات سلامت مانتا غريب تجرد وحولنا يا ملاه الشيخ وايقرنا هو السلامي ملاه الشيخ وايقرنا والله وجهك سوى يبيا له سوما سلامت سلاس ما إيمانك النوع عاسي مركب وحولي قلبي كوشر معها وحس كفرية ما هو واقع نور ليت كتر تمين ما هو حان أقواش هذا إيا فعاش هذا أن كتر جمي لدن بولي فلأي نبي قيل صلوات الله وسلامه عليه في صحيح مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب ذاق ضعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إيمانك بدن كيسي وحدن دميي روحا الله ربي نما اوغا خالي نوقدا مركا ليراهو روحا الله ربي نما اوغا خالي نوقدا waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto meelo kale ka fikirto salaada marka tukaneyso wajigaaga jirkaaga meesha ugu qiimaha badan waa wajiga Soomaa guriga marka tarto وجهه هذا مصافيرين مرايد الإسكوفيرين مصوب حيس وجهه على تركي أبو كوري ماشي أبو كوري تركي أبو شرفت بدنه
بعد واحد أقبل شيء إن أدلول كدكتو وإلهي أبورتي أدفوريس صلاة دمر الصف الأول كأديكو كتيرة ووجي يجي على درتي أفوري مركب بنان كلا تقول إن أتكمر أنت شرعي على سبحانه وتعالى لو مرق مكرو صلاة دي ما تفهمين مركب إلهي الرب إني ما أقمات رالي نقول نبي محمد الرسول نما وقامات رالي النقل دين الإسلام كان الدين أهل إيه مبدأ أهل إنه نرشا مع مشار رالي وقامات نقل هذا نقل بمركة وقت يواصل دقيقة إن شاء الله تعالى سيانوقد أقد بالثمرات كنتيجة إيه مرحة كرالة وحاوقوه رأي إيمان كهدات كوب عيسو راس مالك إلهي كود قياد إلى لسون شيخ كواد كرلنا يوحوي الفلاح والله بدأ الدارات بأدوني آخرة بإن أدليبان تو أدون كان النرل ونكسن أتكون نولاتو آخرة العقاب يا عردي سأل لو كاسة متبحيو شندي سي مرتقات كي سقيمي قبضنا أكوهي بيو كود قال له قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات حقيقة وحال ليباني بألي سبحانه وتعالى مؤمنين تاليباني والليبان الدنيا من آخر حولها صادوا إلى ليس السكة بضن أي الله دون يا إنا ذو إلى لسوا إيمانك قلبك يا كوشرة هي الرأس مالك إلهي كوشبي شيء قال بعد اللي هي اللي يعني النتيجة هي سمرة ذكرنا من سواح وهي الأمن وأن بتجليه أدون خلنا إن بتجليه خادنا يا نرشم إن بتجليه كفر عن تاع دعوة الدين هي رسالة وحلقوا فافيا ملامني إيه نبتقل يا إيه كشرت إلهي وعليه سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بالله سبحانه وتعالى كوا لهم إلهي إيمانك وقدق وفي به أن كدهن إيمانك ودي الشرك أن كدهن كواس وحيليهن أمني إيه نبت قلي إليه مول وليان نبت قلي إيه أمني با إلهي سبحانه وتعالى أوسيه لغض الدارود بالنبت قلي يكوه ليا سمرد الصدحة هذا يكدر أن سواهوي الهداية سيان وقتك يقف إذا استو إلهي با هنونين إيه سبحانه وتعالى إلهي عليه إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى والله هنوننا أدوما ديس إيمانك ووفي بإيب وشتك توصل وكو هنوننا صلاة الوحن لنا إهدنا الصراط المستقيم إلهي وشتك هنوسن يعني وضد توصل وكو هنوني كوي آدباري يسي شتك وضن إله نقا إلالي مرك الصلاة كبح لنا كوي إلهي بادي يشتكو ديبا اللي قاعدتك لأيه لأن يردو حيدون يعني أن يكون إلهي وعراضي أي خد إيضان أو كان بيلغاتا سياسي يحيدون يعني أن يكون كوي إلهي سبحانه وتعالى وعراضي قاب كي نرشا ومامولين يعني مرك قاب كودين إنه أحمى إلهي مرك سبحانه وتعالى إيمانك جهادات كبعصو إيمان دبا ونقضو الله وحكوها نونينا يا وضد توصن يا سراد المستقيم قال لكوها نونينا حاكدنا سامعية الله الخاصة إلهي إنو كلتر سبحانه وتعالى معية النصرة والتأييد إن لغو قرب قلو إن لغو توسيو بين آدم باتاي ودع دعي ساي دع دعي يقف كينو إلهي كائل عليو صواب كي يطوط توسنينو إلهي كمر سبحانه وتعالى
إن بدن بقى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوت المامية حسيك قفر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعلمت حينها ومعية خاصة وهي معية النصرة والتأييد وحكم إذا سمرد الشناد الحياة الضيبة نور الوناكسة إن تكون نوراته نور الوناكسة قال يا مسلم بوحال الرادين يا نور الوناكسة سعادة أسبابها اللي بانت إن شاء الله تعالى صاحب الشيخ سعيد راقي هي إن شاء الله تعالى قاضي دونه سيقام الدين دونه إلهي عليه سبحانه وتعالى من عمل صالحا روحي عمل ونكسن سمعي من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون روحي عمل ونكسن شقي يسبب ولي بإيمان قدر صدي وحان نكون نولين إن النولول ونكسن أدون كمان تول والباشرة والبهار باشرة ضبطني وحي كشك سيهين مستقبل كودو نحن نقول يا مستقبل كاف لكن أنها روح مؤمن كا مستقبل كيسة كما شك سا مستقبل كيسة ومستقبل نور يفتيمي هذه النباتة هي مشكلة دي كوت ما دانا قدر كوه هشان ايا مركزة مشكلة دي كخفيفة هلك مجتمعات كان كلمان تحدي اي يرون نرشو دا كم دا اي جفان اي سدليان وحكم دا حصول البركات والخيرات سمرات كإيمان مانت أبارو اي نبا لقا عبان اي بني آدم كو ييغا جفك جيستي اي الهي أدوما دا مدل ميو وعادل شاي والبميشة كو عبون نورد اي وحكيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بل لي سبحانه وتعالى وحرمنا ثمرات كذلك يا العزة إن هذا قذف شرف له أو قيمة بدن أو إسكو كالسون يعني هذا النقطة ومدى أدون كون الأردن هجان كيرينا تاينا دو فكرتار كبرنا مسلمان ده إيدا هجان ويلك مسلم كإيساق هجان إلهي وقرآن كتل المعنى سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون حدات سيدا نقطوا حكمنا سمرات كالغفة إذا سنيو الدفاع عنهم إلهي والدفاع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال الله سبحانه وتعالى وحكم إذا عدو قود حتى هدي إلهي كوصل إذا نصر يبوش إلهي كسير وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال الله سبحانه وتعالى ودعي كرتها نرش الروح مؤمن كها الابتلاء والمحن في حياة المؤمن بيكم التوالغ ومتحامي لكن واحد وهيشنسا أركان الإيمان ركن كمد أو قدرت لي لهذا وهيشنسا واحد لذا قدر الله وما شاء فعل انت كليا كاغفلا مشكلة دي كصوف وطساطي نبتي أتكول وليسي وحي كنبيي همجي أردن أنت كليا كافر. قدرك كوب يتمنى ذبحنا قنيا الخلافة والتمكين. ذاتك إيمانك إلهي سبحانه وتعالى وجود قيسمراتك كذا لنا يحكم ذا. إن يهجان نقضان ويجو قيادة أمد هجان من إسرائيل نقضان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لكن من القيادة صديعنا إن هذا النقطة هجانك إيقائدك برتو إن هذا النقطة
فرينت أديبي سائنا إن قط رسالة النبي محمد مده حمبارسن كهذا مسلم ضاهي وين يرون كرتا أنا مسلم مسلم بان أنا يكوف عني كرتو حجاب كذا يطقن كذي أخلاق كذا ويلك مسلم كاهي أنت وحفظنا يوم مسكح لي سيم أمري وقلنا يوم حيا نونك كبد عيارج تيمانك أرسنال إيو ريال مدريد إيو مانشستر إيو معايا هاي إيش شيء ده باشوا إذا جاي غني برشلونة إيو إنت أصلاً وحكى له فلان هل سؤال ده إنك ولد يا مشاس عالم كرير قلبيت كورجو ذا قيمة هلا من نص وبندق عنه ما ركت يجوا إن لنين كني نوكليير كنين كسميه وايد هبل هبل بالي ده واللي مكو عرفته ما يب لكن وحين نص وبندق يعني ده خودي اللي تبي نص وبندق يعني مكسر عين نحفظه إنه حلونا نين كان نادي جالس هشيس لقى لي العكت أنت أسلق بالو يبصري إن هقولي هاي حاسي الله بعرفه ولي هاي هشيس كي وكبر حي بعصير لنا وحنا بسوا ختمي إن شاء الله تعالى موضوعه سي أنا نوقبت صنصون كي قدر يلو إيمانك نتيجة أمه مثلاً أكتر لنا سمرات الإيمان وحوي وأين المتيسرات شن ذا إلهي قيمي قبضه وأين هذه الشر اللي أهانشا إلهي سبحانه وتعالى وأين تكر حيثته أركتي ذا وجهك ربي سبحانه وتعالى إلهي ما يكون الشوحة وحكيقي من بضن بيوجره ما يب حد آنو تشيرين شيء قال شيء كبقي من بضن آنو تشيرين وأين إنو كبعنا شيء قيمة على والله إلالية والله حفظية والله ودد على سيدو يعني وكهر مرة يعني لقى فكرة وقت اللي هو بحياة سلاني ماذا إنو وينو كدرنا هذا رقم بينو نقط سلاني ماذا سيدي سوماليدو اي ورنج توركي خلدنا اسلاني ماذا هو معي ورنجرين واللورد الشاي اللغو ما دقمو وخلد اسلاني ماذا هو اللغو دقما قفك مسلم كمؤمن كأنا عمل كيسة يفعل كيسة يقول كيسة يا أخلاق ديس يسلوك ديس كتر تنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.